من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا، فيا ليت إذا ما كان ذاكم شهدت وكنت أولهم ولوجا، ولوجا في الذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا، فإن يبقوا وأبقى تكن أمغر يضج الكافرون لها ضجيجا، وإن أهلك فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفة حروجا. يا معشر الأوس والخزرج، إنه نور النبي الذي ننتظر، ولسوف نظهر به عليكم مثلما ظهر أهل خيبر وفدك على غطفان. وأي ريح يملأها العطر، وأي نور يملأ مكة. من بالباب؟ أنا ورقة يا بني. عماه ورقة، ادخل يا عماه. أما ترى النور يا سعيد بن زيد يملأ مكة؟ يا رب الكعبة، أي ضياء هذا؟ الضياء الذي كان أبوك زيد بن عمرو بن نفيل ينتظره، ومات وهو يبحث عنه يا بني. ضياء النبوة هل على مكة بل على الدنيا كلها يا سعيد. فإن أدركك فلن يفتنك يا بني. قدوس قدوس قدوس. ليت زيدا كان حيا فيرى. قدوس يا ابن زيد. عماه ورقة، ادخل. إياك أن يفوتنك يا سعيد، إنه الحق، إنه نور النبوة أنار الدنيا كلها. لن يفوتني والله، لن يفوتني وأنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. يا معشر فقيه، ويحكم، ما لكم تفنون أرزاقكم وتطلقون عبيدكم؟ ويحكم، انتظروا إلى غد لنعرف الخبر. ويلك يا ابن هشام، ماذا ده الدنيا؟ ماذا جرى؟ ما هذا يا بلال؟ أمر لم نره من قبل، أرجو أن يكون رحمة ونجاة للعبيد. فلما تقارب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر مبعثه، حجبت الشياطين عن السماء، وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها. قال تعالى لنبيه عليه أزكى الصلاة والسلام وهو يقص عليه خبر الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. تابع الجني، هذه المرة الرابعة يأتي إلي وينذرني بمبعث رسول من بني هاشم في مكة.
ما تنتظر يا سواد، لأنذرن قومي وأذهب إليه وأعلن إيماني به. كأن زمن الكهانة قد شارف على نهايته يا سواد، فإن صدق تابعي فقد حجبت الجن والشياطين عن استراق السماء. أعطه حقه وأعد إليه أمانته يا بني. حسنا يا سيدي. بالله عليك يا راهب الخير أخبرني. قل يا بني. يرحمك الله، أخبرني عن الحنيفية دين إبراهيم. تسألني عن شيء ما يسأل الناس عنه اليوم؟ قد أضلك زمان نبي يبعث بهذا الدين من أهل الحرم، فهو يحملك عليه. بلى يا أخي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أهل بيتي، انطقوا بالشهادتين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. لا بأس يا مصعب، لا بأس، ولكن أحلف عليك ألا تحدث أهل مكة بذلك، فإننا لم نؤمر بعد. سأفعل، ولكن حدثني. كان أول الناس إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء زوجه خديجة ابنة خويلد رضي الله عنها، ومن الرجال أبو بكر الصديق، ومن الفتيان علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وأنا من الموالي. شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. زدني يا زيد، زدني أكثر. لا بأس يا مصعب. يا محمد، إنك نبي هذه الأمة. يا ويح نفسي إذا بعثت والعمر تقدم بي ولا يوجد أمامي إلا وقت قصير. تالله إذا بقيت لأنصرنك ولأجاهدن قريشا في سبيل دعوتك. لن يتركوك اليهود والمشركون، لن يتركوك حسدا ومروقا وشركا. فقالت له خديجة: معاذ الله يا ابن عمي، ما كان الله ليفعل بك ذلك، فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحمة وتصدق الحديث. ثم انطلقا إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. الحبر المتحنف الذي لا يدين بدين مكة، إنه لذو علم ومعرفة. ماذا قال لورقة؟ فقال له: إني إذ خلوت وحدي سمعت نداء يقول: يا محمد، يا محمد. ثم روى له الرؤيا التي جاءه بها الملاك، وقرأ عليه ما قال له: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ما أجمل هذا الكلام وما أحلاه. فلما سمع ورقة ذلك استبشر بشرا ما عليه من مزيد، وقال: أبشر ثم أبشر، فأنا أشهد أنك الذي بشر به عيسى ابن مريم، وأنك على مثل ناموس موسى، وأنك
وأنك نبي مرسل وستأمر بالجهاد بعد يومك هذا، ولأن أدركني ذلك اليوم لأشاهدن معك، لأشاهدن معك. متى كان ذلك يا زيد؟ كان ذلك بعدما حدثه محمد عن الصوت الذي يأتيه، فقال له ورقة: اثبت حتى تسمع ما يقول. فأتاه الصوت قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أين؟ إلى مكة. اكتب ما سمعت يا مصعب، لكنني إذ أحبك رغبت أن أطلعك، لعله تعالى يريد بك خيرا. محمد نبي هذه الأمة، بعث الله بدين الحق. يبكيك يا عبيد الله؟ لقد مات ورقة بن نوفل، مات العارف بالأديان. ولكنه كان لا يعبد ما نعبد ولا يؤمن بما نؤمن، فقد أراح واستراح. أشماتة يا أبا الحكم؟ لا، ولكن طالت أيامه، ولولا أن منعه بنو أسد لما تركته مكة. لقد اعتزلكم وها هو قد مات. ومات قبله زيد بن عمرو بن نفيل وعثمان بن الحويرث. بل قتلا. مكة وأهلها لن يقبلوا بالصبأ، وها هو شيخهم قد رحل. كان ورقة عارفا بالأديان، وقيل كان حنيفيا، وقيل إنه تنصر، وقرأ الكتب، وسمع من أهل التوراة والإنجيل، وكان ينتظر ظهور النبي بلهفة شديدة، وامتلأ بالبشر حينما روت خديجة رضي الله عنها ما جرى للرسول الله صلى الله عليه وسلم